على من يحمل كلام من لم يكفر المعتزلة من العلماء المتقدمين؟ كلام بعض المتقدمين من العلماء من ترك تكفير المعتزلة محمول على مثل بشر المريسي والمأمون العباسي، فإن بشرا كان موافقهم في القول بخلق القرآن، أي في إطلاق لفظ القرآن مخلوق، ولم يرد بذلك أن كلام الله الذي هو صفته مخلوق، وكفرهم في القول بخلق الأفعال، أي في قولهم بأن العبد يخلق أفعاله، فلا يحكم على جميع من انتسب إلى الاعتزال بحكم واحد، ويحكم على كل فرد منهم بكونه ضالا لأنه خارج عن أهل السنة في المعتقد.